اكيد انا بحب برضو اروح لتفاصيل اكتر. فخلينا ناخد على التليفون دكتور محمد الامين رئيس اتحاد اليد. يعني يا دكتور طبعا في البدايه صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذه نهاوند. انا سعيده جدا والله، وكنا متابعين ماتش بماتش وتحدي بتحدي، وقد ايه احنا كنا برضو منتخبنا قوي من اللحظه الاولى الحمد لله. مبروك مبروك الفوز باللقب، وعايزين نعرف بقى من حضرتك برضو ردود افعال الجميع على فكره هنا النجاح في التنظيم والنجاح في حصد كمان الالقاب. اتفضل يا دكتور. انت يعني استاذه نهاوند تناولت الموضوع بكامل عناصر في العرض بتاعك. التقديم كان جميل قوي ولمست كل حاجه فيه. بالنسبه طبعا نبدا بنقطه الجماهير، رد فعل الجماهير والوجود الجماهيري مهم جدا جدا في اي رياضه. كره اليد لها شكل تاني لما بيكون الملعب ممتلئ زي ما حصل امبارح. يعني ده اللاعب رقم واحد او ده العنصر الاساسي، وده وصلنا له الحمد لله، واستمتعنا جدا بالتناغم ما بين تفات الجماهير واحساس اللاعب بيها في الملعب. صحيح. اللي تناولت كمان ايضا عمليه التنظيم. القياده السياسيه ممثله في قامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوله رئيس الوزراء المهندس مصطفى بيومي ووزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، بالحقيقه دي فرصه هائله جدا انهم مقتنعين باهميه الرياضه، حاسين بالدور الاساسي فيها، فداعمين لكل شيء. وطبعا ده ملاحظ في البنيه التحتيه في عدد الصالات والتجهيزات الرياضيه. احنا نستطيع باذن الله في ضوء اللي هم اللي اتعمل من بيئه تحتيه مستعدين لاي بطوله، بطوله عالم عملناها. احنا بنطمح بقى في ان ناخد اولمبياد في مصر ان شاء الله. مش بعيدة بإذن الله يعني. ان شاء الله. طيب اتفضل. انا عايزة اروح مع حضرتك برضو ليه، يعني هنبتدي امتى المعسكرات التدريبية؟ وكمان طبعا احنا بنتكلم استعدادا لبطولة العالم بقى 2023، لان مهم جدا برضو نتابع خطوة بخطوة المنتخب. هو طبيعة شغلنا هو متابعة خطوة بخطوة، لان احنا لو مشينا ثلاث اربع خطوات واحنا مخطئين هيصعب تداول هذا الخطا. احنا بطبيعتنا خطوه بخطوه وبنتوقف، وده قدامنا اول خطوه ان احنا بنناقش المدرب الاجنبي اللي موجود لوابوندو المدرب الفني الاسباني، لانه احنا بناخده في الفتره اللي فاتت دي كان بارت تايم، يعني بيجي لنا وفي نفس الوقت متعاقد مع نادي في المانيا. الكلام ده في المرحله الجايه. احنا مصرين ان يكون في مدرب متفرغ، لانه هو لازم يتعايش مع اللاعبين، والفتره حوالي خمس شهور، فاحنا محتاجين لازم حد فاحنا بنناقشه دلوقتي ونشوف هنقدر نوصل للكلام ده باي كيفيه. غير كده احنا عاملين برنامجنا لمده، احنا دايما من البدايه بنعمل برنامج للسنين لغايه اول حدث، الاحداث المتتاليه، يعني عندنا تخطيط شامل، عارفين هنلاعب مين وفين وامتى، بطوله دوليه، فاحنا استعداداتنا للاعبين مجهزه طبيعي. فاحنا ماشيين على جدولنا يا مسهل دكتور محمد. يعني احنا نتمنى كل التوفيق، وهم مشرفتنا لحد دلوقتي بشكل كبير جدا، فباذن الله الخطوات اللي جايه تكون كمان سهله على المنتخب. شكرا ليك جدا، واكيد هيكون لينا متابعه مع حضرتك في الايام والاسابيع القادمه.